دور بطيخ وحلاوه، الحلاوه يا بطيخ دول الحلاوه. مجنونه زي نسوان يا قوطه. اوزن لك كيلو ونص دول. بقول لك ايه، ما القطه حلوه، اوزن لك كيلو. لا يا اخويا انا عايزه قوطه، اوزن كيلو ونص. بقول لك حلوه. ما تلمي نفسك، انت فيك ايه؟ ما تقعد مش واقف على بعضك ليه بدل ما نخلي نهارك اسود؟ ما انت واقفه بقالك ساعه مرقعه على الفرش. يا نهار ابوك اسود، هي مين يا لا اللي بتتمرقع؟ انت بتكلمني انا بالطريقه دي؟ ده انا هخلي نهار اللي جابتك اسود. ما تخلصي يا بنت بدل ما ظبطك. تظبط ولا يا ابن الحيحه ولا مجازه؟ هات امك يا نوري، هتعبده من الموقع. حمامه، هو ده يختي بقى الذكر بتاعك؟ لا يا حبيب امك، الذكر بتاعها. نزل ايدك يا مره بدل ما مدي ايدي عليك. تمدي على ايدك عليا يا جدع خلي نهارك اسود. كانش ينفع نستنى يا معلم، لو مش احنا شغلنا دماغنا كان زماننا روحنا مع البضاعه. بصريح العباره كده يا معلم، التنين بيقول لك الحكايه دي فيها ان تقصد ايه؟ اقصد ان الحكومه مش مفتحه قوي كده، دي تاني عمليه تتقطع علينا الشهر ده. الحكومه معاها اخبارنا يا كبير. روح يا سعداوي نادي ياسر لاشو. هوا اجيبه لك يا معلم. اظهر كده يا رجاله اننا بقينا على الهواء مباشره. يا اخويا طفي الهبابه اللي في ايدك دي بقى، هنش عليا ذوق الخير ده كله وما ادوقه لكش. غير الرضا ده كله حمام، ده انا عمري ما شفته غير وهو طاير. والرضا ده هيبقى اكتر من كده لما الجد والادب يبقوا طريقك. يا بنت ده احنا سلاحنا في الدنيا ادبنا. يا عبدو انا عايزه راجل لما يبقى معاه يجيب لي الدنيا كلها، ولما يكون معهوش ابقى معاها الدنيا كلها. خد، عشان كده انا عايز يبقى معايا، عشان اجيب لك كل اللي نفسك فيه. امال انا بعرض نفسي للخطر عشان مين؟ عشان امي؟ بالحلال يا موت، بالحلال، غير كده انا غام تبقى بح. يا بت استني بس، بطل الرفس ده. يا بت ده انا من غيرك ولا اسوى، ده انا من غيرك زي الشارع من غير اناره، زي التقاطع من غير اشاره، زي كوبايه الشاي من غير سيجاره. سيجاره؟ على نعمه بقول شعر وجيبي بوسه. تلم يا عبد. أهلاً يا خالد. يا تعالي هنا. أنت كنت في المستشفى النهاردة؟ مين قالك؟ يعني الكلام ده صح؟ طب والحمل اللي في بطنك؟ الحمل ايه يا خالد؟ الحمل اللي انت بتلبسيله واسع. انا كنت في المستشفى النهارده وقابلت دكتور صاحبي بالصدفه وقال لي على كل حاجه. يا سلام الزباله فضحتينا. ايه عمل كده؟ عايزه تفضحينا؟ انت ايه؟ لا بتشطاني؟ حرام عليك. مين اللي عمل كده؟ انطاي؟ معرفش. يعني ايه معرفش؟ انطاي؟ عبده. عبده مين؟ عبده فوطه. ايه؟ وبعدين ما بضربش حد على ايده عشان يشتري مني حشيش. اللي معاه ببيع له، واللي معاهوش ما ببيعلوش، واللي مزنوق بستنى عليه. بذمتك في معامله احسن من كده؟ ثمنا لا ببيع ولا بشتري. اللي بيبيع ويشتري الواد ياسر وحماصه. اصل الشغلانه بتاعتنا دي تخصصات. تخصصات؟
وانت تخصصك ايه بقى ان شاء الله؟ بسلك. تسلك؟ بقول لك ايه يا موت، ما تلفش يا اخويا على دماغي، انا جبت لك اخرها. عايزني يا ابن الحلال تبقى تغير سكتك، مش عايزني تبقى اولى بيك سكتك. بقول لك ايه، روح انت دلوقتي. بسم الله يا استاذه. قوم اعمل لك كوبايه شاي. لا شاي ولا قهوه يا عبد. وحياه والدك صوتك ما يعلاش، انت راجل طالب وسمعت اختك من سمعتك. انا لو منك اكفي على الخبر مقبول. يعني انت عارف اللي انا جاي اكلمك فيه؟ اختك رغت فيه من يومين. طب واللي في بطنها؟ والله اللي عنده معزه يلمها. وبعدين انت جاي واثق قوي كده ليه؟ اللي في بطنها ده مني. بعدين يا مؤاخذه يا استاذ، انت لو اكل حاله محشي حمضانه وبطنك وجعتك، تعرف تحدد انهي الصبع اللي وجع بطنك؟ ولا هي ناس تظبط ريمه وناس تشيل الجريمه ولا ايه؟ انت سافر. انا ماليش علاقه بالليله دي، تروح تلم اختك وحكاويها. انا كنت اقدر ادفنك مكانك. شايلك من امبارح يا ديش ديش يا كبير. انا كنت بقضي مصلحه، كنت اول ما رجعت البيت ولقيت سعداء ومستنيني، جيت وياها اهو. بس على مختار اللي عامل مشوار ورحمه امي ما اعرف يا كبير. يبقى يا عبد الموت مش كده؟ احنا عبد المقبول يا كبير. بصراحه واحنا في الفرح الواد عبده جاله تلايه من مجهول، بس انا سمعته بيقول يا قني، بعديها مزاجه اتعدل وبقى استجم. التلايه دي بقى فيها خبر مش كده؟ ما عبده خرج عن طوعي سيب. قلت امال ما كلنا لينا تطلعات، بس اشمعنى عبد موتة يعني ما يحلمش بمستقبل افضل؟ بس يا خساره الشيطان لعب في نافوخه بقى وقال له زيح مختار العوي من سكتك. تطلعات بس يظهر بقى ان الفيروس انتشر. انت بتسمع فيروس يا قني؟ لا والله يا معلم. طب اديني تليفونك. تليفوني فاصل يا معلم. مش مهم، فاصل فاصل. الله 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 الله، النور نور اهو. الله بسكن. سامحني يا معلم. يا ريت كنت اقدر يا ابني. سامحنا يا ابني، صفه من صفات الاله ان احنا بشر. بشر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا